النهارده بنتكلم عن كيفية عمل باك اب او نسخة احتياطية من قناة اليوتيوب بتاعتي. يعني لا قدر الله لو قناتك اتعمل لها حظر او ان اليوتيوب وقف لك القناة بتاعتك لاي سبب من الاسباب، بتلاقي نفسك في مشكلة كبيرة جدا، وهو ان انت مش عارف ازاي تحصل على كل البيانات بتاعتك ولا الفيديوهات اللي انت كنت رفعتها على القناة، لان انت بيتعمل لك حظر وما بتقدرش تخش على القناة نهائي. هنا هو انا جايب لكم طريقتين اسهل من بعض صراحة في ان انت ازاي تحصل على باك اب من قناة اليوتيوب بتاعتك باسهل الطرق الممكنة، وده عشان بياناتك ما تضيعش وتفضل محتفظ بيها، لا قدر الله لو حصل اي حاجة في المستقبل تقدر ترجع لفيديوهاتك من جديد وتعمل حتى قناة جديدة. هتخش هنا هو على google.com، تمام، وبعدين هنكتب كلمة اكونت وتخش على اكونت الجوجل بتاعك. زي ما انتوا عارفين ان الجوجل مرتبط باليوتيوب، طبعا هنا هو ده مش الاكونت بتاع القناة، فلازم اروح اجيب الاكونت بتاع القناة. فبعمل هنا هو اد انذر يوزر، تمام، او انذر اكونت، وبتخش على اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي بتخش بيهم على قناة اليوتيوب. هو المفروض نفس الاكونت الجوجل بيكون نفس الاكونت بتاع اليوتيوب. ادي الصفحة بتاعت القناة الاكونت بتاعها اللي موجود على جوجل، تمام. هنخش ان هو بعد كده على ازاي اجيب البيانات بتاعتي على الداتا بيرسوناليزيشن، تمام. تخش على الداتا اند بيرسوناليزيشن، هنا هو بيقول لك ازاي تحصل على الداتا بتاعتك اللي موجودة على قناة اليوتيوب، تمام. هننزل تحت وناخد داونلود يور داتا، ان انت بتحمل البيانات بتاعتك المتخصصة للاكونت ده، تمام. طبعا هنا هو احنا هنحملها على الجوجل درايف او المساحه السحابيه بتاعتك اللي موجوده للاكونت دوت، وانت بيكون ليك 15 جيجا بايت، تمام، فري. هنخش على داونلود يور داتا اهو، وبعدين نكمل وننزل تحت ونشوف بقيه الخيارات. طبعا هنا هو جايب لك كل الخيارات بتاعت الجوجل، يعني بما فيهم الاكونت بتاعك بتاع الجيميل والصور بتاعتك، واذا كانت الجروبات، اذا كان الحاجات المتعلقه بالهانج اوت والكيب، كل البيانات تقدر تعمل لها باك اب او ان انت تنزلها وتحملها من هنا. الفيديو النهارده بيتكلم تحديدا عن قناه اليوتيوب، فهنختار تحت خالص قناه اليوتيوب. يبقى انا هشيل كل العلامات، هنعمل هنا دي سيلكت اول، نشيل كل العلامات من على الجميع ونختار فقط اليوتيوب اند يوتيوب ميوزك، تمام، ونعمل نيكست ستيب، تمام. هنا هو هيجيب لك الخيارات، تمام، بيقول لك عايز تعمل الباك اب ده كل فتره قد ايه، فهمتني. وهنا هو بيقول لك ان هيبعت لك لينك على الايميل ولا يحطها لك على الجوجل درايف، اهي اد تو يور درايف. احنا هنختار اد تو يور درايف في حاله ان انت عايز تفضي مساحه من على الهارد ديسك، ما يبقاش كله نازل تاني على الهارد ديسك، فيخليهم على الجوجل درايف. وهنا بيقول لك الفريكوانسي، يعني انت عايز الباك اب ده يتم كل قد ايه، تمام، مره واحده ولا مرتين، تمام، او خلال شهرين كل سنه، تمام، اكسبورت افري تو مانس، يعني كل شهرين، تمام، على مدار السنه. وهنا هو بيقول لك بالنسبه للفيديوهات الكبيره اللي مساحتها 2 جيجا بيتم تقسيمها. هنا تقدر طبعا تختار الامكانيات اللي انت عايزها، وبعدين بتعمل كرييت اكسبورت، تمام. طيب اهو زي ما انتم شايفين، لو الفيديوهات مثلا مساحتها كبيره فانت ممكن تقول كفايه فيديو، لا يعني الفيديو مساحته لو ماكسيمم 1 جيجا، اكتر من كده يتقسم الى اكثر من فيديو بينزل لك زيب فول. طيب هنا نرجع في نقطه نسينا نقولها، تمام، هنخش تاني ونختار داونلود يور داتا عشان اوريكم على نقطه مهمه جدا يا ريت نختارها، تمام. اهي لما ننزل ونختار اليوتيوب، تمام، هنختار هنا هوت حاجه اسمها يوتيوب اند ميوزك كونتنت اوبشن. هنا الخيارات بقى، هل انت عايز تنزل كل محتويات القناه ولا عايز تنزل محتويات معينه فقط، تمام. يعني انت عايز تنزل الهيستوري بتاع القناه والكومنت والبوست والستوريز وكل حاجه، ولا عايز تنزل بس الفيديوهات، يعني. فعلى سبيل المثال احنا المره دي عايزين ننزل الفيديوهات لان دي بتبقى اهم حاجه ليك على القناه، الفيديوهات. فبنختار فيديوز وبنعمل بعدين نيكست، تمام، ونخلي ان هو مثلا 1
جيجا اقصى حاجة للملف 1 جيجا، اكتر من كده بيتقسم على اكثر من ملف وبيتعمل له ضغط، وبعدين كرييت اكسبورت. اهو بيتم عمل دلوقتي كرييت اكسبورت خلاص، وبيقول لك ان انت دلوقتي هيحصل لك اكسبورت ا كوبي اوف كونتنت تمام ان يور جوجل اكاونت تمام، وهيتعمل لك باك اب ليها خارج الجوجل، يعني انت تقدر تاخد الباك اب اللي هيجي لك ده وتستخدمه في اي مكان خارج الجوجل لو انت عاوز تمام. طيب عايزين نتشيك دلوقتي، هنبص بقى على الايميل بتاعنا، نرجع نشوف الايميل قال لنا ايه في الايميل بتاعي. هخش على نفس الايميل بتاع القناة تمام، اهو ايوه، خش على الجيميل بتاع القناة هنلاقي جالنا ايميل اهوت من جوجل بيقول لك ان تم عمل اركايف للجوجل داتا ريكويست، يعني انت تم طلب عمل ارشفة للمواد بتاعتك والمحتويات بتاعتك اللي موجودة على اليوتيوب. وطبعا هنا ديت رسالة أمنية، يعني لو انت ما عملتش الاكشن ده او الاجراء دوت ممكن تعمل تحت تشيك اكتيفيتي لو انت مش اللي عامل. طبعا ان هو خلاص بيتم عمل زي ما احنا كنا مختارين ان يتم عمل الاركايف على ايه، على الجوجل درايف. هنختار هنا الجوجل درايف اهو، جوجل درايف ايوه، هنا كل البيانات اللي هتجيلي من القناة هتتحط هنا على المساحة دي. طبعا احنا قلنا ان ليك مساحة 15 جيجا، فبيحط لك كل فيديوهاتك هنا على الجوجل درايف. مجرد ما بيبدأ التحميل بتخش هنا اهوت وتلاقي كل فيديوهاتك. اما الطريقة التانية هنا اهوت معانا هو ان انت بتخش على اليوتيوب بتاعك تمام، وتخش على يوتيوب ستوديو، وبعد ما تخش على اليوتيوب ستوديو هنخش على الفيديوهات بتاعتك تمام، وهنلاقي دي طريقة سهلة خالص. انت بتخش على فيديو تمام، وتختار كلمة داونلود، ادي الـ3 نقاط تمام، تخش على داونلود بيبدأ يعمل لك داونلود لفيديو حسب اختياراتك، وبينزل لك على الهارد ديسك، تقدر تحطه في اي مكان او تقدر تشيله بعدين على هارد ديسك خارجي لو انت عايز تعمل باك اب خارجي لكل البيانات بتاعتك. دي كانت طريقة سهلة جدا لو انت عايز تختار فيديو اهو، زي ما انتم شايفين بيتحمل اهو، تم التحميل خلاص فتح الفيديو. دي طريقة سهلة جدا تقدر تحمل بيها الفيديو اللي انت عايزه تمام. أرجو إن أنتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وموعدنا مع فيديوهات جديدة مفيدة من قناتكم أبدع واستمتع كرييتس فان، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.